خلاص، وانت رايح له بكره اخر النهار ابقى اتفق معاه على كل حاجه. انت ليه في كوهين؟ والله يا بيه انا ماليش ذنب، ابويا هو اللي سماني بالاسم ده. رد عدل على حضرة الضابط يا ابن ال ومعاك تاني يا دوم احسن اجيبك نصين. لا وعلى ايه؟ طيب احسن. ايدك عشان بتشاقل. اوعى بس ايدك. امشي. وانت انا ماليش دعوه خالص بصحات البيت. قول لي الكلام ده افتح ايه؟ انا معرفوش يا بيه، حتى اسال كل الناس لي. ليه يا بيه؟ انا خواجه اسمع كلام حضرة الضابط. انت عايزني اشغله معايا في الجورنان يا توني؟ ها؟ لا دي مش حاجة عادي، الراجل دي مش حاجة عادي ابدا. ايوه مدح. ها؟ خلاص؟ وراح المحافظة؟ عظيم. لا لا خلي كل حاجة زي ما هي. مع السلامة. هما هيفضلوا سايبيننا بالشكل ده لحد امتى يا ليفي؟ ما تقلقش. هم عاوزين مننا ايه؟ عاوزين يحطموا اعصابنا. طب ليه؟ علشان نقول لهم اللي مش لازم نقوله. دول سابوا كل اللي في القهوه وجم عليك انت بالذات. لانهم عايزيني انا بالذات وخدوني عشان انا كنت قاعد معاك. قلت لك من الاول ابعد عني يا ابراهيم. طب انت مين؟ أنا ليفي كوهين. أنت قلت لي في اسكندرية إن ده مش اسمك. وبعدين معاك بقى؟ ما هو أنا لازم أعرف اسمك. اشمعنى؟ افرض حصلت لك حاجة، مش لازم نعرف أنت مين يا ليفي؟ المصريين مالهمش أمان، وبتوع الثورة دول عساكر، الواحد فيهم ما يعرفش أبوه، اسألني أنا، اسمع كلامي، إحنا عشنا معاهم، أنت ما عشتش معاهم زينا. ثم أنت فاكر إن أنا هقول للحد على الاسم؟ طب احلف لك برحمه ابويا والتوراه هجيب سيره بالاسم ده لحد. بالعكس ده انا اسمع كلامي. يمكن يكون معاك حق يا إبراهيم، يمكن يكون معاك حق. مش بقولك أنا؟ مش بقولك؟ طب اسمعني كويس وفتح ودانك كويس قوي. أنا اسمي يكوف حنانية. يكوف حنانية؟